هتخليني اعيط؟ ما احنا اتفقنا ان انا مش هعيط. كانت دايما صاحبتي، وكانت بتسيبني من وانا صغيره جدا اختار لبسي، اختار كتبي، بتشاركني كانت كل حاجه. اوقات ابقى انا امها هي امي، بنقعد نلعب. عمرها ما كانت بتستعمل العنف. كانت لما تقول لي انا زعلانه، كانت هنا يبقى في مشكله كبيره في البيت. لو كلمه قالت انا زعلانه من الموقف ده، كانت شديده بطريقتها. دايما كانت هي روح البيت. ممكن النهارده انت لما دخلتي لقيتي الورد، الورد ده من طقوس مامي. كانت لذيذه، كانتش تقليديه، وما كانتش نجمة، يعني مش نجمة بقى في قلب البيت مش فاضية ومش قادرة، لا لا، أم في قلب البيت. فالله يرحمها، كانت جميلة. محتاجة مامي على طول، وأتصور إن إن شاء الله يا رب تفضل جوايا العمر كله، كل الأيام اللي أنا عايشاها، ويفضل ذكراها كده جوايا، لأن من غير الأم الموضوع بيبقى صعب قوي. عمرك ما بتبقي في ولا موقف مش محتاجة حضن أمك، وبالذات لو حياة زي اللي أنا عشتها، يعني أنا وهي بيت واحد، عمرنا ما تقسمنا أبدا. إن أبقى متأكدة إنها أكلت طبق السلطة كامل، إنها خدت الفاكهة اللي محتاجاها، العسل، المضاد بتاعها ما تنساش، إن لو رجليها وجعاها أقوم أدهنها لها، بيرضيني قوي. دي أكتر حاجة بتطبطب عليا دلوقتي، إني بحس حاولت أعمل حاجة. دي لحظات اللي لما أفتكرها من جوايا ببقى سعيدة أوي. كانت دايما تدعي إن ربنا يقويها ويقدرها عشاننا، عشان تدلعنا، عشان تبقى بتعمل لنا كل اللي بنتمناه. دي مش مامي بس، دي كل أم، كل أم في بيتها هي كده، هي اللي بتدي الأمل والسعادة والبهجة. فيا رب كده نقدر كل حد هيشوفنا إن يكون معانا في مستشفى بهية. مامي كانت دايما عندها ثقة في المستشفى، وبتحس إنها مكان خير، وبتحس إنها مكان في أمل، عشان نقدر نخلي البهجة والسعادة والأمان في أغلب البيوت المصرية. والحضن الدافي اللي هو وحشني ومحتاجاه مهما كان سني. بشكر مستشفى بهية اللي أنا بعتبرها سند ووتد، سند المرأة في حالة مرضها. شكرا بهية.